واش الاخوان، نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير بصحه جيده. مرحبا بكم في فيديو جديد. المهم الخوت ان شاء الله كما شفتوا في العنوان ديال هذا الفيديو ان شاء الله غادي يكون خصيصا ان شاء الله للناس اللي كيسولوا على القضيه ديال المستضيف. الا ما عندكش المستضيف واش خصك دير؟ المهم هذا البلان هذا صراحه كيسولوا عليه بزاف ديال الناس، شنو خصني ندير الا ما كنعرف حتى واحد وجيت لامريكان وغادي نجي ان شاء الله، شنو غادي ندير فين غنمشي، شنو هما المراحل اللي غادي ندوز. المهم هادشي اللي غادي تعرفوا في هذا الفيديو غيكون فقط يعني بخلاصه باش ما نطولوش بزاف في هذا الفيديو هذا. فاول حاجه بعدا خصك تقلب ضروري على المستضيف على الاقل باش تعمر الوراق ديال الدي اس 260 وباش يوصلوك الوراق ديالك. الا كان هو غيشد عنده الوراق باش ملي غتجي ان شاء الله وصل الوراق تمشي تاخذو من عنده. المرحله الاولى الاخوان كتمشي اولا الاير بي ان بي كما ديجا قلت في واحد الفيديو. الاير بي ان بي الخوت كتمشي تريزيرفي واحد الروم ولا واحد ليفي روم واحد 15 ولا 20 يوم، كتخلص عليها شي 500 ولا 600 دولار. من بعد الاخوان بحال نيويورك مثلا كاينين مكاتب كيقلبوا عليك الخدمه كاش، ممكن انك تمشي للمكتب يقلب لك على خدمه كاش باش ديباني في الايامات الاولى. كتخدم عند العرب، كتخدم في الريستو، كتخدم في الديلي كيتشن، كتخدم في الجروسري، المهم اللي كان بين الصالير كيكون في الاغلبيه كيكون ناقص شويه. المهم بين 500 حتى 600 دولار كاش. من بعد الاخوان ملي كتاخذ الوريقات ديالك بالخصوص السوشيال سيكوريتي ديالك باش تخدم، كتمشي مباشره لشي مسجد كتمشي تسول تما على الكرا ولا شي واحد خاصو شي واحد في الكرا، وتما غالبا كيكونوا شي معلومات ولا كيكون شي واحد خاصو شي واحد ولا شي مغربي مثلا خاصو شي واحد في الدار ولا شي واحد بغى يشارك البارتما ديالو مع شي واحد. فتما فين كدبر على الكريه ديالك، ملي كدبر على الكريه بطبيعه الحال وعندك السوشيال ديالك وعندك المسائل ديالك، فانت حيدتي عليك واحد 70 ولا 80% ديال الديرونجمون ديال البدايه. من بعد فاش كتشد السوشيال كما قلنا كتمشي مباشره تحل الكونت في البنكه. هذه مرحله مهمه جدا انك تحل الكونت ديالك في البنكه، في الروجين نمبر وفي التشيكين نمبر. كتاخذ ملي كتحل الكونت ديالك كتمشي بعدا للبنكه كتقول لهم ودي راه بغيت نحل الكونت ديالي. القضيه سهله ما كتاخذش الوقت دغيا، كيسهلوا لك الاجراءات، داكشي ساهل مان. وفي العنوان اللي ساكن فيه كتوصلك الديبيت كارد ديالك والكريديت كارد الا بغيتي دير الكريديت كارد. فالاخوان من بعد الاخوان ديالي كتمشي مباشره تقلب على خدمه بالسوشيال. كنصحك صراحه انك تقلب بالسوشيال الا كنتي انت مثلا ديك الخدمه ديالك كاش عجباتك بغيتي تزيد شي خدمه اخرى مثلا بالشيك، كدير شي خدمه بالشيك، كدير الخدمه ديالك الكاش. الا انت بغيتي تبقى في ديك الخدمه ديالك كاش عجباتك كتبقى في ديك الخدمه ديال الكاش. والمرحله الاخرى كتمشي تقرا اللغه، مهمه بزاف باش ديفلوبي راسك وما تضيعش الوقت. فضروري تمشي لشي مدرسه تقرا فيها اللغه. في نيويورك كاين بزاف ديال المدارس مجانيه كتقرا اللغه الانجليزيه، في مانهاتن، في كوينز، في تقريبا جميع المقاطعات كاينين بزاف ديال المدارس مجانيه كيدرسوا لك اللغه الانجليزيه. واخا تكون يعني مكحط ما كتعرف والو، ان شاء الله غادي شويه بشويه غادي ديفلوبي اللغه ديالك. وهذا الشيء اللي كاين الاخوان. المهم كان هادي فقط نبدا سريعه على هذا البلان هذا، لان بزاف كيسولوا كيفاش غندير ما كنعرف حتى واحد. يعني الحل راه واخا ما كتعرف حتى واحد راه ديباني راسك. او باي ذا واي الاخوان، راه ملي كتمشي شي اداره مثلا ولا محتاجه شي مساعده، راه الاغلبيه الساحقه كيجيبوا لك مترجم باللغه العربيه. سو ما غاديش تلقى مشكل بزاف، لان ملي كتمشي مثلا عندك لغه ضعيفه بزاف ولا ما كايناش كاع، فمن حقك انك تاخذ المترجم كيترجم لك بالعربيه. يعني الامور ديالك كيكونوا مزيانين وغادي مزيان. فقط الانسان خاص يحيد من دماغه ديك الخوف وداك التردد وديك لا راه غنمشي بوحدي تما راه ما غنلقى اللي يعاوني، وديك الهضره عاون راسك براسك، ما تعول على حتى واحد. جيتي للغربه عاون راسك براسك وتجبه وغادي تقضي كاع الاغراض ديالك وغادي تمشي مزيان. كنتي خايف ومخلوع ومدهشر وكتفكر بزاف فغادي تلقى المشاكل. ما كنصحكش اخي ولا اختي انك تدخل بهذه العقليه ديال الخوف تردد، جي توكل على الله وربي ما غاديش يخيبك. هذا الشيء اللي كان الخوت، كان معكم سوسف امريكا، بيس.